خشي يا حبيبتي، يلا خشي يا ماما، يلا يا حبيبتي خلصينا. الو الو، ما تسكر بليز، اسمعني بليز، اسمعني. رفيقك اجى لعنا مدعي انه انت قلت له انه ينترك عنا بالبيت، ودفعت عن حالي لما جرب يعتدي علي. بليز صدقني بليز، مش قادره ابين براءتي لانه ابن شخصيه كثير مهمه. انا ما خنتك ولا ما خنتك، ما في شيء بيني وبينه، انا مرتك حبيبتك، لازم تصدقني. تتذكر لما كان يا مكان، 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 الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان، مدفينا الحنان، زارنا الزمان، سرق منا فرحتنا، الراحة والأمان، الراحة والأمان. حبيبي يا أنا يا غلا من عيني، نسيت من أنا حبيبي كان هنا، مال الدنيا عليا بالحب والهنا. أنا الحب اللي كان لنسيته أوان من قبل الأوان، نسيت اسمي كمان، نسيت يا سلام على غدر الإنسان. والله زمان يا هوى زمان، والله زمان يا هوى زمان، والله زمان يا هوى زمان، والله زمان زمان يا هوى زمان، والله زمان زمان يا هوى زمان. أنا شانتال بالنسبة لي اليوم شفتها أحسن من البرايم من ناحية نوعية الصوت، الكاليتي تبع الصوت. بالبرايم غنت حلو بس كان صوتها مزروق، والخامة تبعولتها ما كنت عم بقدر أعرفها، ما كان صوتها مثل العادة. اليوم حسيت إنه نوعية الصوت أحسن، في رنة بالصوت أكثر وفي لمعة بالصوت أكثر. العالي الميديوم العالي أريح، ما في هالزركة، ما في النزال، ما في الكاركتير المنه نقل، منه بيور بالصوت. سو اليوم هي اريح والصوت عم بيرن وعم يلمع اكثر، بس في مطارح وقت اللي عم تطلع على الباور شوي عم تنتع مثل كانه عم بتشد فجاه. بس انه اوفرول انا شفتها احسن من نهار الجمعه، وبديها تضلها تتقدم بهيدا الخط ذاته. اليوم لقيت شانتال خايفه كثير. اكبر برهان طلبت نمره بعدين شالت الاباريل. باردون بيتي. لا معك حق. بعدين صوتها كتير فارق ومغيره كتير، وصارت تفتح تمها كتير منيح، بس عم بطلب منها دايما دايما تتظهر الرنه ويوصلنا الاحساس، ما تشد على صوتها. في مطارح بينت ظهرت الرنه كانت كتير حلوه، في مطارح لانه شاده على صوتها اختفت الرنه، بس اجمالا عم تشتغل منيح. في تفاصيل بتبقى سخيفه تنزع المشهد كله، مثل هيدا الطلب قبل ما تشيل هيدا، ومثل انه ما فهمت شو الموضوع. انا يعني اذا وحده خانت جوزها بيحبسوها، انا ما على علمي الا اذا قتلته. سمعتها قالت جمله انا كنت عم دافع عن حالي، رجعت قالت له انا ما خنتك، ما فهمت ليش محبوسه. يعني ما فهمتني، هي الوحيده لحد هلا الخامس شخص الوحيده اللي ما فهمت هي شو تهمتها، انه اذا جوزها اجا اذا تلفنا اليوم على الدرك ورجال قال الو مرتي خنتني بروح بحطوها بالحبس، ما بفتكر الا اذا قتلت الزلمه. فاذا هي عامله جريمه، يعني هي اهم من انه تغني له انا بحبك وبتحبني، في جريمه بالموضوع ضعنا. مشان هيك لما يفوتوا انا فسرت له هي الجمله اللي كنت اقولها كثير مهمه تكون مطرحه لان فكروا قلت لهم بالفوته هيدي كم خطوه لهون، وشو بدكم تقولوا هالجمله، هن اللي بنجحوا ولا بفشلوا او بخلونا نسمعكم مزبوط بعدين انتم عم تغنوا او لا. حسيت
مش راكب الموضوع مضمونه، مضمونه مش راكب، يعني قاتلة مش قاتلة، خاينة مش خاينة، عم تغني له لجوزة بأنه بتتذكر أيام، مش وقتها بدقيقتين أنه تغني هذا. أنا ما اقتنعت، بغض النظر عن أنه إذا عم بتقولي أنه تحسنت أكيد، أنا شانتال بعرف أنه عندها رنة صوت حلوة وقوية، بس بعدني بوافق كارلا بشغلة، عطول كل شيء بيتغنى مثل بعضه، يعني ما في هيدا الفرق مثلا، مع أني أنا بكره المقارنة، بس عم نقول لأنه هلأ مرق يلي قلناه عن نسيم، هو عم بغني كان عنده حرقة بصوته، كان عنده حرقة بوجهه بنفسه، بس يعني حسسنا الموضوع، يعني صوته كان نسيم، صوت نسيم عم بغني حلو بس حزين خايف، هون بس بلشت تغني رجع صوتها صار هالقوي يلي كل شيء بغنيه مثل بعضه، هيدا يلي بس هالتفاصيل الصغيرة هالنياصات الصغيرة بس يلي بتفتقدها شانتال، واللي لو منقدر نوصل عليهم بتصير عن جد من أحسن الأصوات الموجودين بالأكاديمية. تنكمل عن التفاصيل يلي بتنزع المشهد، أكيد كيف طلبت الرقم بالأول، كيف ظهرت ما بعلمي كبوها جوا وسكروا، يعني كل البقيين يا إجا حدا ظهرون يا طبشوا على الباب، يا هون لا حملت حالة وفلت من الأوضة، فما فهمنا هالأوضة هي كيان عن شو، كيف حدا بزتها بهالغرفة وكيف هي تحالة بتظهر من هالغرفة. ما كتير اقتنعت بالكلام مع جوزة، لأنه هيك في أنه ما فهمت كيف وقف جوزة، ليه وقف جوزة مثل ما قلت كلوديا. وشغلة تانية، أكتر حدا كان ممكن ما يحسسني بالقطشة بين الكلام والأغنية هي شانتال. ليش؟ لأنه قالت له بتتذكر وبلشت تغني، حتى لو ما قالت له كلمة بتتذكر، والوحدة لما بتكون مجوزة وعايشة مع رجل يعني أوقات بتغني له، ممكن تغني له، ممكن يكون يحب صوتها، كان ممكن ولأنه بكم يعني تبلش الأغنية ويمكن تقطشها وكأنه عم بتجرب ترجع تحنن له قلبه، يعني أكتر حدا كان تقدر الأغنية تكون جزء من المشهد هي شانتال، لأنه عم تحكي مع حدا عايشة معه سنين. ويلي المثل هو انه إيهاب كان عم يحكي مع امه، ما حسسنا بالقطشه لانه كانه امه معود عليه يغني، هون لا وقفت تتذكر وطلعت بالاغنيه. طب ليه ما كفت كلام الا اذا هالاغنيه هو بحبها جوزها كانت تغني له اياها؟ هول تفاصيل صغيره كتير مهمين. بعدين الشغله يلي إذا بدي أخذ شغلة إيجابية بس، هي إنه لما وقع التليفون تركته واقع، وقلت أنا برافو عليها، بس رجعت فقستني كيف ظهرت من الباب، يعني كان لازم تتركه وتضل هي بالغرفة لأن ناطرة حدا يجي ياخدها، ما فهمنا مين الحدا يلي زتها. فبغض النظر عن الغنى، أنا شانتال شخص بحبه، بحب كيف بيشتغل بالصف، بحسها بتعمل كتير جهد، بس بعد لليوم ما بحسها كتير عم بتفكر قبل ما تفوت على الإيفال، إلا إيفال الماضي يمكن حسيت أكثر مرة ركبت مشهدها، هالمرة حسيت أنه كان ممكن تشتغل أكثر الفكرة والتواصل مع جوزة على التليفون والأغنية وإحساسها كمان ما اقتنعت فيه. شانتال اليوم بالنسبة لي كانت عم تعمل جهد، لأنه كلنا عم نقلها نفس الشيء، عم بتحاول، بلشت عم بتصيبها بأول كلمة عم بتقولها، بعدين رجع انقطش هالشي ورجعت للطريقة العادية اللي هي بتغني فيها، إن من ناحية النيانس يعني وقتها بتخفف وقتها بتقوي، إن من ناحية العرب والأفلات. بس أنا اللي بدي أقوله أنه شايفة جهد، أنه هي عم بتحاول تتقدم، بس أكيد بدها بعد كتير شغل على هذا الموضوع تقدر تصيب الموضوع اللي عم بتغنيه وتقدر تحسسنا فعلا بالإحساس يلي تتضمنوا هالغنية واللي بيتضمنوا المشهد المحيط فيها. إن شاء الله تقدر توصل لهالشي بوقت كتير قريب.